مشاهدينا، كاميرا عين على البرلمان، شاركت اهالي دايره انا همومهم ومشاكلهم من خلال فقرتنا الثابته يوميا جوله نائب. رصدت جوله جديده مع النائب عبد السلام الشيخ عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدايره مركز وبندر انا. خلينا نشوف الجوله مع اهالي انا ونرجع لكم تاني. مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي عين على البرلمان، في إطار الجولة الثابتة والفقرة الثابتة الخاصة بجولة نائب، نحن الآن في جولة مع وفقرة حوارية مع النائب عبد السلام الشيخ في مدينة قنا ومركز قنا. هناك عدد من أبناء القرية وأبناء المدينة لديهم العديد من المشكلات، هذه المشكلات لم تتمثل فقط في مشكلة قنا ولكنها مشكلة الصعيد المهمش منذ سنوات. نستعرض هذه المشكلات مع النائب عبد السلام الشيخ. بتعرف بحضرتك حاج عبد الفتاح محمد احمد. حاج عبد الفتاح، هل حضرتك تذكر لي اهم المشكلات يا فندم اللي بتعانوا منها هنا في انا وتتمنى ان سياده النائب يعمل على حلها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. في الحقيقة قنا من المحافظات كبيرة جدا، ولكن أنا هتكلم على ثلاث محاور رئيسية أو ثلاث مشاكل رئيسية في سواء في المحافظة أو في القرى. يعني المشكلة الأولى هي الوحدات المحلية. الوحدات المحلية يمكن أنا رأيت أنه بخصوص تطهير الترع والمصارف، كل التشوينات على جوانب الطرق دي بتعوق المواصلات، بتعوق اساسا، بتعمل عمليه تضييق للشوارع وبتقعد فتره كبيره جدا لغايه ما بتتشال. طيب ليه؟ ده مشكله. المشكله الثانيه انقطاع المياه بصفه مستمره في القرى. يعني مثلا قريه كبيره محبس واحد للقرية، بحيث انه في عطل في مكان محدد بيتقفل المحبس ده، بتنقطع كل المياه عن القرية، ما يكونش ليه في توافر عدة محابس على كل مثلا فرع من الطرق. دي المشكلة الأولانية. المشكلة الثانية في الصحة، خلو الأطباء والممرضات بل والأمصار والأجهزة من كل الوحدات الصحية عندنا. يعني لو يعني في أي مشكلة عندنا في القرية، المريض بيروح فين؟ بيروح إلى القاهرة أو أسيوط. يعني في افتقار شديد. طبعا لو حالات مزمنة طبعا، يا إما يعني الحالة بتزداد سوءا أو بيفقد حياته طبعا بسبب بعد المسافة. بالضبط كده. كل المرضى اللي عندنا حاليا القاهرة أو أسيوط. وطبعا ده السبب يعني لعدم وجود اطباء او كوادر يعني كويسه في محافظة قنا. الشيء اللي هو الثالث اللي هو البطاله، الشباب كله قاعد، معظم الشباب ما فيش ليه عمل، مع انه يعني كل يوم بنسمع ان في استثمارات كثيره يعني ومشروعات كثيره في اين الصعيد من هذه الاستثمارات؟ وعندنا احنا فوق مدينه قنا يعني اراضي ومساحات واسعه، فين عاوزين جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل جديده للشباب؟ اشكرك. نشكرك حاج، شكرا جزيلا. بتعرف بحضرتك فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في محافظه قنا. حسن محمد حفني. حسن، اهم المشكلات يا فندم وصلت المشكلة. لا، هو محافظة قنا فيها مشكلات كثيرة وعديدة. في الحقيقة من أهم المشكلات دي البنية التحتية. في محافظة قنا طبعا الصرف الصحي مهمل ومهمش، دايما المواسير ما بتضرب والقرى كلها خالية من الصرف الصحي، وده بيؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية، وده بنعاني منه احنا مشكلات كثيرة. في الحقيقة المشكلة الوحيدة يمكن اللي بتهم القرى والمحافظة مشكلة الصرف الصحي عندنا. يا ريت ونتمنى من المسؤولين والقيادات المحلية والتنفيذية والنواب
بحل هذه المشكلة التي في الحقيقة بنعاني منها دائما دائما دائما، مش بنلاقي عربيات أصلا تصرف المية، وبنبقى إحنا في حاجة كبيرة إلى حل هذه المشكلة. البنية التحتية من تانية برضو اللي هي مشكلة مواسير المياه المتآكلة على مر السنين من فترة طويلة، من 40 من 50 سنة المواسير دي ما تصلحتش ولا ما تعدلتش ولا ما تحطش مكانها، دي بتأدي في النهاية إلى كارثة كبيرة في البلد. مشكورك فندم، شكرا جزيلا. اتفضل. مشكلة عندنا برضو الوحدات البيطرية في الآونة الأخيرة ديت، كان حصل عندنا نفوق في الحيوانات اللي في البلد نتيجة عدم وجود أمصال ولقاحات للثروة الحيوانية، وإحنا أصلا محافظة جنة دايما فيها الثروة الحيوانية هي رأس مال الفلاح. ياريت الاهتمام بالوحدات البطارية وتواجد دكتور يؤدي إلى يجيب أمصال صالحة ويجيب لقاحات ومصل موجود دايما في الوحدات البطارية. نشكر. تمام، شكرا لحضرتك. أتعرض بحضرتك فندم وحضرتك تعرض لي أهم مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله. أنا بسم الله الرحمن الرحيم، الأستاذ محمد حجاجي من أبناء محافظة إنا. أنا بتكلم بالنسبة لمراكز الشباب، وعندنا مراكز الشباب مهملة ومحدش بصص لها، ونأمل من سيادة الوزير أن مراكز الشباب، تطوير مراكز الشباب أهم حاجة، تطوير مراكز الشباب. احنا بالنادي من سنين من سنوات بمراكز الشباب، نأمل من سيادة الوزير بأن يكون مراكز الشباب في الأولوية بتاعته بالنسبة للشباب. عندنا مراكز الشباب محافظة إنا مهملة جدا، يعني نأمل من سيادة الوزير أنه هو يعني بالنسبة للمراكز الشباب، تطوير مراكز الشباب، تطوير الملاعب بالنسبة للدوري بالنسبة للشباب، يعني يكون يكبر في الدوري الشباب، يكون الشباب اليوم في الدوري يكبر في الدوري الشباب أهم حاجة. فإحنا نأمل في الدوري الممتاز أنه هو يكون الوزير ليه دور فعال في بالنسبة لمراكز الشباب. وعندنا هنا بالنسبة لمركز شباب سيدة عبد مركز شباب الاستاد مدينة جنة، ده مهمل جدا وما في أي تطوير. إحنا النهاردة مركز شباب مدينة جنة عايزين تطوير مركز مركز شباب مدينة إنا، يعني بالنسبة للاستاد إحنا عندنا حمام أولمبي في محافظة إنا لم يحد يستخدمه ومعطل ليه سنوات عدة، فإحنا حمام سباحة، فإحنا نعمل من سيادة الوزير أن يشرح لنا مشكلة حمام السباحة والحمام الأولمبي ويتضاوى تطوير مراكز الشباب. وشكرا. شكرا حضرتك استاذ محمد. سياده النائب استاذن حضرتك نستعرض بعض المشكلات الاخرى ونرجع لسعادتك فندم. اتعرض بحضرتك فندم عبد الرب ابو شجره من المزارع من محافظه جنة. هنا عندنا احنا مشكله الزراعه مشكله من قديم الازل، في نقص في المعدات الزراعيه والتقاوي والاسمده، وبنعاني من دائما من غلاء الاسمده بدرجة وبعتها في السوق السوداء. وعلى الرغم أن محافظة جنة من المدن المنتجة لقصب السكر والموز والطماطم، ومع ذلك لا يوجد اهتمام بها بالمزارع أو بالعمال الزراعيين. وكنا نتمنى من الدولة ومجلس النواب بالتشريع قانون التأمين الصحي للمزارعين والاهتمام بالثروة الزراعية بتاعتنا في تسويق الزراعة في محافظة قنا، التسويق الزراعي. ونتمنى من الدولة اهتمام بالأهم شيء بالعامل الزراعي من تأمين صحي ومعاش بعد ما يكمل السن القانوني بتاعه. ده تمنياتنا من مجلس النواب القادم انه يستنبه للموضوع ده جدا، يعني لأن مهمل جدا العامل الزراعي في محافظة قنا، مهمل مهمل مهمل. صابر حسن من أهالي محافظة جنة قرية الأشراف الغربية. والله كان السيد الرئيس كان وعدنا بالمثلث الذهبي بمحافظة جنة والبحر الأحمر والقصير، فإحنا يعني نطلب من السيد الرئيس بناء مصانع في المثلث الذهبي لتشغيل العمالة وجذب الاستثمار إلى محافظة جنة، حيث أن محافظة جنة دي تقع في منتصف محافظة الصعيد. فنطلب السيد الرئيس يتم وعده لينا ويجبنا المثلث الذهبي ببناء مصانع وعشان يشغل الشباب اللي نايم، يشغل الشباب مصانع ووعده لينا المثلث الذهبي.
وأطالب السيد محافظ قنا بإقالة رئيس الوحدة المحلية لقرية الأشراف. من يوم ما جاء رئيس الوحدة المحلية لقرية الأشراف ما اشتغلش أبدا عندنا ولا عملش أي حاجة بالخطة السنوية اللي نفذت اللي من ضمن المحافظة. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد متولي من شباب محافظة قنا. احنا بنطالب النائب إن شاء الله بتحدث عندنا في الوزارة إن شاء الله. عايزين نفق يا رب، عايزين نفق ان شاء الله، عايزين نفق ان شاء الله يربط من اول طريق السهريج ان شاء الله مرورا بسكه حديد وطرعه الكلابيه وينتهي ان شاء الله من عند ميدان سيدي عبد الرحيم، لان في حضرتك في مشكله كبيره، كبار سن وناس كبيره بتحصل في مشاكل كبيره عشان سكه القدر والكلام ده. فان شاء الله بطلب النائب باذن الله بحديث عننا في هذا الموضوع. يعني سياده النائب، يعني بعد ما تم عرض هذه المشكلات يا فندم، طرق وسبل حل هذه المشكلات من خلال حضرتك، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل العاملين والقائمين على قناة الحياة، هي بمسمى عين النواب أو عين النائب. شرفنا بهم من هدى في محافظة قنا، وخاصة بتحديدا مدينة ومركز قنا. التعليق على ما تم من أحاديث وطلبات مواطنين أبناء مدينة ومركز قنا، هي طلبات طبعا كلها ملحة، ولكن نديها أولويات. نتكلم في الأولويات الأولانية، عاوزين جذب الاستثمار، جذب الاستثمار حتى يمكن أن نوفر فرص عمل للشباب، وهذا لن يتأتى إلا إذا كان هناك في جذب استثمار من خارج المحافظة ومن داخل المحافظة بما يسمى المشاركة المجتمعية لإنشاء وإقامة مؤسسات صناعية كبرى حتى تستوعب أعداد كبيرة من أبناء المحافظة في هذه المصانع وفي هذه المؤسسات الاستثمارية والتنمية. وأنا بضم صوتي وأناشد الحكومة والسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء أن يضع محافظة قنا ومحافظات الصعيد عامة في وضع الأهمية، كما صرح بذلك السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي مشكورا بعنايته الكبيرة واهتمامه بجنوب الصعيد حتى أن يكون صعيد مصر جاذبا وليس طاردا، حتى يمكن نحد من التواجد والذهاب والسعي إلى فرص عمل في القاهرة الكبرى أو في المدن المقدسة بالسكان، ومن خلال وجود مصانع وشركات ومؤسسات تنمية في الصعيد نستطيع أن نقنن ونحد من يعني من ان احنا الهجره من المدن اللي للحصول على فرصه عمل. دي مطلب يعتبر مطلب من اهم المطالب، رغم ان هناك في ملفات تحتاج الى اوقات طويله وسنوات طويله، ولكن احنا لن يعني نكون يعني قاسين على الدوله وعلى الحكومه. نطالب بما هو اهم، وهو حتى نستطيع نحتوي شبابنا ونبعدهم عن التيارات المتطرفه، ويكون لهم فرص عمل يعيشوا من خلالها حياة كريمة كما نص الدستور المصري، أن تكفل الدولة الحياة الكريمة لكل مواطن. فمن هذا المنطلق أنا بأضم صوتي للمواطنين وأناشد الحكومة بقيادة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء أن يضع محافظة قنا عين الاهتمام والعناية من خلال توفير مؤسسات ومصانع ومشروعات استثمارية وتنموية مع وضع تسهيلات للمستثمرين حتى يكون المستثمر له تحفيز في وصوله للصعيد وبقائه في محافظة قنا إذا كان هناك في تسهيلات من الإدارات المختصة والمعنية من توفير مساحات أراضي لإقامة هذه المشروعات، ومن توفير البنية التحتية، ومن توصيل المرافق، حتى يستطيع المستثمر أن يكون له يعني بقاء
ويفضل المحافظة دي من خلال التيسيرات والسلات التي تقدمها الحكومة. أشكرك يا حاج شكرا جزيلا، وبالفعل أضم صوتي لصوت حضرتك. التنمية في الصعيد هي مفتاح الأمل ومفتاح المستقبل للشباب، والبعد عن الفكر المتطرف وفتح مجالات الاستثمار وفتح أيضا مجالات للسوق الخارجية من خلال تنمية الصعيد. بشكرك الحاج عبد السلام الشيخ، شكرا جزيلا، وأعود إليكم إلى استوديو عين على البرلمان. شكرا زميلنا محمد رياض، وشكرا لضيوفك من هنا. وبالتأكيد أن الصعيد هو توجه دولة، وعدد كبير من مشاريعنا القومية مكانها الصعيد، وبإذن الله هنشوف الصعيد قريب حاجة تانية. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي حلقتنا من عين على البرلمان. نلتقيكم في تمام الساعة الرابعة وفي تمام التاسعة مساء في حلقات جديدة. هيكون في ضيافتنا دكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب، والنائبة نعمة قمر عضو مجلس النواب وعضو لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وحديث حول بنود تعديل اللائحة الداخلية. إلى اللقاء.